بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم في كل لمحة ونفس عدد ما سعى علم الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهب همومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أحينا على سنتك وتوفنا على ملتك، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك أرحم الراحمين. اللهم وكما دعوناك لأنفسنا، ندعوك لأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذرياتنا وأبنائنا وأحبابنا وكل من سألنا الدعاء، ومشايخنا وآل بيت نبينا يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا بدأنا في الجمعة في الدرس السابق فصل وشرائط وجوب الجمعة، سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهذه شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات، والحرية والذكورية والصحة والاستيطان، فلا تجب الجمعة على كافر أصلي. الكافر الأصلي اللي هو لم يدخل في الإسلام أصلا، ده اسمه كافر أصلي، وصبي ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ونحوه أي لك إيه؟ ومسافر، لأن المسافر لم يتوفر فيه شرط الاستيطان والإقامة. وقفنا عند قوله ومسافر، يقول: ومسافر أي سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله بأحوال السفر. يبقى يشترط السفر الذي ترخص فيه عند الشافعية هو السفر المباح والسفر المستحب والسفر الواجب والسفر المكروه، أما السفر الحرام فلا يترخص فيه. يبقى قسموا السفر حسب مقصده إلى سفر حرام ومستحب ومباح ومكروه وواجب. يبقى في حرام، في واجب، زي سفر الحج وزي سفر صلة الرحم وزي سفر قضاء الدين، كل دي أسفار واجبة، وزي السفر في الجهاد في سبيل الله إذا تعين، يبقى دي أسفار واجبة. وسفر مستحب كالسفر للعمرة المسنونة أو لحج النافلة أو لزيارة أخ لك في الله أو لزيارة ولي أو لطلب علم زائد على العلم الضروري، يبقى دي أسفار مستحبة. سفر مباح كالسعي في الدنيا من أجل طلب الرزق، يبقى ده سفر مباح، ممكن تكتفي بقليل من الرزق في بلدك ولا تسافر، وممكن تريد أن تتوسع فتسافر وتسعى في طلب الرزق الحلال فلا بأس. لكن إذا كنت أصلا في بلدك ربنا موسع عليك فأردت أن تسافر ليزداد السعة في الدنيا، يبقى يسموه سفر مكروه لأنك هتنشغل زيادة. طالما ربنا موسع عليك وكده كويس، انشغل في حاجة تانية تفيد أمور دينك ودنياك. فيبقى السفر لسعة الرزق الزائدة
عن الحاجيات والضروريات والتحسينيات عشان يبقى عنده أرصدة ويبقى من أصحاب المليارات بدل ما هو من أصحاب الملايين. يبقى ده يسموه مكروه عند الشافعي، نموذج من السفر المكروه يعني، أو السياحة في بلاد غير المسلمين بين الكراهة والتحريم. وبعدين في سفر حرام للمعصية، زي واحد يسافر من أجل قطع الطريق أو من أجل السرقة أو من أجل أن يفعل معصية من المعاصي، بل يسموه سفر حرام. أو سافر بغير إيه؟ بغير موافقة أبيه وأمه، أو امرأة سافرت بغير إذن زوجها، كل ده يسموه سفر حرام. يبقى السفر حسب مقصده يدور عليه الأحكام الخمسة حسب مقصد السفر، وحسب طول السفر ينقسم إلى سفر قصير وسفر طويل. القصير اللي هو أقل من حوالي 83 كيلو متر، ده يسموه سفر قصير. رخصه أقل من رخص السفر اللي هو أزيد من 83، يبقى ما زاد عن 83 كيلو يسموه سفر طويل. يبقى باعتبار المسافة هناك سفر قصير وسفر طويل، وباعتبار المقصد يبقى السفر خمس أنواع. والسفر الطويل يترخص فيه بسائر الرخص من جمع الصلاة وقصرها والفطر في رمضان ومسح على الخف ثلاث ليالي بلياليها، ثلاث أيام بلياليها، يبقى يترخص فيه ما لا يترخص لغيره. والسفر القصير ليست فيه رخص اللي هو أقل من 83 إلا أن يصلي النافلة إلى غير وجهة القبلة من جلوس وهو جالس في راحلته أو دابته، فله أن يترخص بالصلاة في النافلة، ولكن ليس له أن يقصر الصلاة، وليس له أن يجمعها، وليس له أن يفطر في رمضان وهكذا. فهنا السفر الذي يسقط وجوب صلاة الجمعة عن المسلم الحر الذكر القادر، اللي هو السفر المباح وكذا غير الحرام وخلاص، يبقى السفر غير المحرم. يعني المكروه يسقط برضه، يعني تناط الرخص أيضا بأنواع السفر كلها إلا الحرام، لأن الرخصة إعانة للشرع الشريف للمسلم أن يقوم بعباداته مع التخفيف عنه، فلا يخفف عن فاعل حرام، كأن الشرع بيعينه على فعل الحرام. يبقى لا تناط الرخص بالمعاصي، مش القاعدة كده؟ لا تناط الرخص بالمعاصي. وعشان كده بيقول لك ومسافر أي سفرا مباحا ولو قصيرا. يبقى دخل حتى السفر القصير في إسقاط صلاة الجمعة طالما سفر مباح. أنا النهاردة هسافر رايح بنها ويوم جمعة، تسقط عني صلاة الجمعة طالما أنا رايح بنها هزور عمي ولا عمتي ولا خالي ولا خالتي، هقضي مصلحة مطلوبة كويس. وإن كان السفر لبنها ده 60 كيلو بس، ما دخلش في 83 ولا بتاع، يبقى تمشي لأنه قصير. يبقى ومسافر أي سفرا مباحا ولو قصيرا، تكتب فوق قصيرا يعني أقل من 83 كيلو، ده معنى قصير. لاشتغاله، العلة ليه بقى بتسقط عنه الجمعة؟ لاشتغاله بأحوال السفر. طب افرض واحد مسافر وحب يصلي الجمعة، يصلي، تنعقد له جمعة وتصح منه جمعة، ولكن لا تنعقد به، لا تنعقد به كويس، يعني تصح منه ولكن لا تنعقد به، يعني ما يخشش في العدد اللي هو نصاب الجمعة، لأن لازم عدد الجمعة يكون متوفر في كل الشروط. لكن لو صلى الجمعة تنعقد له، يبقى السفر شرط من شروط ايه؟ عدم الوجوب، شرط من شروط عدم الوجوب وليس شرط يسقط صحتها. واضح؟ يعني الجمعة تصح منه ولكن لا تجب عليه، فإذا صلاها صحت منه، لكن هل تجب عليه؟ لا تجب عليه. واضح؟ طب ليه سقطت عنه؟ لاشتغاله بأحوال السفر. وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر. يعني ايه مرفوعا؟ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول لك مرفوع يعني كلام النبي، موقوف يعني كلام الصحابة،
مقطوع يعني كلام التابعي، كويس؟ يبقى اما يبقى مرفوع يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينتهي بقوله قال رسول الله. طب لو ما انتهاش بقال رسول الله، انتهى بقال الصحابي يسموه موقوف. طب انتهى بقال التابعي يعني قول التابعي، يبقى يسموه مقطوع، كويس؟ وعشان كده بيقول وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر، لكن قال البيهقي الصحيح وقفه على ابن عمر. البيهقي قال لا، ده الحديث ده مش مرفوع للنبي، ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر، والصحيح وقفه على ابن عمر، يعني يبقى من كلام سيدنا عبد الله بن عمر، يعني اجتهاد صحابي، اجتهاد صحابي او فهم صحابي. ويحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها، يبقى تسقط الجمعة عن المسافر لو شرع في السفر قبل فجر يومها، قبل فجر يومها، كويس؟ لكن لو شرع في السفر بعد فجر يومها يبقى ايه؟ يحرم عليه، يحرم عليه إلا إذا كان ناوي يصليها في طريقه، يبقى لا يحرم. افرض هو هيمشي صحيح ايه بعد فجر يوم الجمعة مسافر، لكن هو حاطط في ذهنه انه هينزل في محطة او معاه سيارته هيركنها في الطريق يصلي في اي مسجد يمشي، يبقى مش حرام، كويس؟ ويحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها إلا إذا أمكنه فعلها في مقصده أو طريقه أو تضرر بتخلفه عن الرفقة. طب افرض هو مرتبط بفوق ناس هتسافر ما يقدرش يسافر لوحده والميعاد بعد فجر الجمعة، يبقى خلاص ويتضرر لو ساب هذه الرفقة، يبقى لا يحرم، كويس؟ كل دي صور تزيل الحرمة عنه. وإنما حرم قبل الزوال مع أنه لم يدخل وقتها لأنها منسوبة إلى اليوم، يبقى يحرم بعد فجر الجمعة إلى ما قبل الزوال. إنما دخل الزوال، الزوال خلاص ده الجمعة فضل عليها تلت ساعة بقى أقعد بقى أصلي، كويس؟ ولذلك يجب السعي لها على بعيد الدار قبل الزوال. وقد ورد أن المسافر يوم الجمعة يدعو عليه ملكاه يقولان لا نجاه الله من سفره. الملكين اللي هو الرقيب والعتيد اللي مسؤولين عنه، يبقوا مش مبسوطين منك لما تيجي تسافر وتضيع الجمعة طالما عندك سعة وتستطيع انك انت تغير المواعيد وتراعي المسألة. قوله وشرائط صحة فعلها، وشرائط صحة فعلها ثلاثة. الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا، وعبر المصنف عن ذلك بقول أن تكون البلد مصرا كانت البلد أو قرية. والثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40، في مذهبنا احنا الشافعية قالوا العدد 40، في مذهب الملكية قالوا 12، كويس؟ ومذهب الأحناف قالوا 3، يبقى فيها خلاف في نصاب الجمعة. الشافعية اختاروا 40، أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة، من أهل الجمعة اللي ينعقد بهم الجمعة، يعني اللي هي فيهم شروط الانعقاد، اللي هي تتوفر فيهم شروط الانعقاد السابقة اللي احنا قلناها في الجلسة الماضية، وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. والثالث أن يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر، كويس؟ يبقى دي شروط الصحة، ان يبقى في بلد إقامة مستوطن اللي هي مصر او قرية، وان يبقى العدد 40 اللي هو نصاب الجمعة عند الشافعية، وان يبقى الوقت باقي. الوقت باقي يعني احنا عندنا وقت الجمعة اللي هو وقت الظهر الى ما قبل العصر،
يبقى عنده براح يقدر يصلي الجمعه ويخطب الخطبتين ويخلصها قبل ما يدن العصر، يبقى عنده وقت باقي. كويس؟ يبقى دي شروط الصحه. فبيقول هنا قول وشرائط صحه فعلها. اشار الشارح بتقدير صحه الى ان كلام المتن على تقدير مضاف وهو الصحه، ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها، وان كان لا يلزم من صحتها من شخص انعقادها به، لما تقدم من انها تصح من الصبي المميز والرقيق وغير الذكر كالأن من امرأة وخنثى ومسافر ولا تنعقد به. يبقى يقضي لنا بشروط الصحة، يعني شروط صحة، صحة انعقاد مش شروط صحة مطلقة، لأنها قد تصح ولا تنعقد به، زي الايه، امرأة وخنثى، وزي رقيق، وزي مسافر، مش كده برضو، وزي الصبي المميز، ولا تنعقد بهؤلاء. فقول المحشي أي اللازم لها انعقادها، لعله أراد به ما قلنا من أنه يلزم من صحتها انعقادها. يعني كان عايز يقول لك وشرائط صحة فعلها، كان حقه يقول يعني المحشي وشرائط صحة انعقادها، بدل ما يقول إيه صحة فعلها. كويس؟ أو صحة فعلها منعقدة، علشان تبقى شروط صحة انعقاد، لأن في شروط صحة بس بغير انعقاد كما قلنا في الأمثلة السابقة. لعله أراد به ما قلنا من أنه يلزم من صحتها انعقادها في ذاتها بقطع النظر عن الشخص الفاعل لها. قول ثلاثة، وستأتي ثلاثة أخرى في قوله وفرائدها ثلاثة، لأنها شرائط لصحة فعلها أيضا. يبقى في شرائط صحة فعلها، ثلاثة للانعقاد وثلاثة للفعل نفسه، اللي هي الخطبتين والركعتين، مش كده برضو؟ ولذلك قال الشارح هناك ومنهم من عبر عنها بالشروط، فالجملة ستة، ولو جمعها المصنف وجعلها ستة بحيث يقول وشرائط فعلها ستة ثم يعدها لكان أوضح، وزيد عليها شرطان فيكون المجموع ثمانية. ولذلك قال الشيخ الخطيب بل ثمانية كما ستراها، وزاد شرطين على كلام المصنف، أحدهما وجود العدد كاملا من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة. يعني الشافعية عندهم لازم الأربعين يبقوا قاعدين من أول الخطبة لحد ما تنتهي الصلاة ويسلم. يعني لو كان العدد اقل وبدا الخطبه ما تنعقدش، يقوموا يصلوا ظهر بعد كده، يقوموا برضه يصلوا ظهر. كويس؟ لكن لو المسجد حاضر 60 70 واحد والامام طول في الخطبه شويه، قام 20 منهم قاموا صلوا لوحدهم ومشي عشان كانوا على سفر وخايفين يفوتهم الطائره او القطار او اي شيء من هذا، دخلوا الجامع لقوا الراجل مطول، هم اصلا مش هتنعقد بيهم، فراحوا قاموا ومشيوا، اتبقى في المسجد 40 فازيد، يبقى انعقدت خلاص. واضح؟ يبقى لازم ال 40 قاعدين من اول الخطبه لحد ما يسلم، وما زاد خير وبركه، المهم ما يقلوش عن ال 40، والامر في ساعه. الملكيه قلت لك قالوا 12، فما تطلعش بقى انت يا خطيب يا شافعي على المنبر وتقعد تعد الناس 1 2 3 4 قبل ما تبتدي الخطبه. الحكايه سهله، يعني الخلاف المذهبي بيديك ساعه. كويس؟ فالحكايه بسيطه، لو لقيتهم 12 قول الحمد لله النهارده على مذهب الملكيه ومشي امورك. لقيتهم 3 يلا الحمد لله رضي الله عن الامام ابو حنيفه. لقيتهم 40 خير وبركه الحمد لله، يبقى صحيح على كل المذاهب، تبقى الحكايه سهله يعني. وان كان طبعا تفاصيل الانعقاد انها تسقط الظهر فيها تفاصيل بقى، انها تبقى دي مسقطه للظهر ام لا دي فيها تفاصيل. الجمعه لا تسقط الظهر عند الشافعيه اذا تعددت في القريه الواحده بغير ضروره. واضح؟ زي الحل في القاهره دلوقتي. الحل في القاهره دلوقتي تلاقي ايه؟ الجوامع في الحي الواحد كلهم فاتحين وكلهم بيصلوا الجمعه في وقت واحد، في حين الحي كله اجتمع هيملى مسجد واحد، لكن هم متفرقين في 10 مساجد.
يبقى ده اسمها جمعة متعددة، لا تسقط الظهر عند الشافعي، لا تسقط الظهر عند الشافعي، يعني هيصلوا الجمعة ويقوموا يصلوا الظهر تاني، بعد ما يصلي الجمعة يقوم الإمام واخد بالك ويصلي بيهم 4 ركعات ظهر، كويس. والمالكية عندهم لا تسقط الجمعة الظهر إلا لو كانت في المسجد القديم، يبقى العبرة بالمسجد القديم، أقدم مسجد في القرية هو ده اللي انعقدت في الجمعة، وبقية المساجد عليهم ظهر. والأحناف سهلة عندهم الجمعة تسقط الظهر مطلقا، تعددت أو لم تتعدد، وده المشهور عند العوام، يصلي الجمعة خلاص ما يصليش الظهر ويروح مبسوط على كده. أحناف، ده مذهب الأحناف، سهلة. يبقى اللي فاتك على مذهب الأحناف، واللي جاي يبقى صلي ظهر، إلا إذا صليت في مكان قرية فيها مسجد واحد اجتمعوا الناس فيها خلاص تبقى حلو. يعني الجمعة في مصر على مذهب المالكية لا تنعقد إلا لا تسقط الظهر إلا لو كانت في مسجد عمرو بن العاص، لأنه هو أقدم مسجد في مصر، كويس. واللي يصلوا في أي حتة تانية بيصلوا الظهر برضه، ما جراش حاجة بس يصلوا الظهر. أيوه يا سيدي. انا رايي كده، ده من سنين طويله، انا اول ما اسمع الاذان مش الناس بتقوم بعد الاذان على ما الخطيب يطلع على المنبر يصلي ركعتين، انا بصلي الظهر وخلاص. مذهبهم احناف صحيح برضه، مذهب الاحناف، لكن الشافعيه ياخدوا ثواب اكتر لانه بياخدوا ثواب فرضين، خد ثواب فرض الجود ظهر وانبسط وقعد كده استقر، وخد ثواب فرض الجمعة وقعد انبسط، فطلع هو اللي فايز من وسط العالم القعدة دي كلها، صح ولا لا؟ ما هو التانيين هيصلوها سنة، أنت نويها فرض سهلة، هي نفس الوقت بس نويها فرض، هتاخد بقى ثواب تاني، تتنقل نقلة كبيرة. ظهر، صلي ظهر عادي، ولو كنت على سفر وبتصلي الجمعة تقوم تصلي الظهر ركعتين قصر. سهلة يعني. لو تعددت الجمعة عند الشافعية يبقى الجمعة انعقدت واسقطت الظهر في من سبق بتكبيرة الإحرام، كويس. وطالما أنا مش عارف مين اللي سبق يبقى الكل هيصلي ظهر، حتى لو المساجد الحي فعلا بتبقى المجموعة الحية مليانة كلها، يعني متعددة صحيح، يعني لازم تمانية كله يبقى مليانة. ما قال لك إن الأفضل إن الحي الواحد يتخذ لنفسه مصلى للجمعة، مسجد متسع يسعه كل الحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع في المدينة إلا في مسجده، مع أن المدينة كان فيها مساجد أخرى كثيرة، كان يوم الجمعة كله يقفل ويروحوا يصلوا في مسجد النبي، كويس. فهم لما شافوا هذا الفعل أثناء حياة النبي كلها صلى الله عليه وسلم في المدينة، فابتدى يحصل بقى إيه الفهم ده، قالوا يبقى المسجد، قالوا العلة المسجد القديم، والشافعية قالوا العلة عدم التعدد، المالكية قالوا العلة هو المسجد القديم فراحوا للمسجد القديم، وده المالكية، والشافعية قالوا لا ده العلة عدم التعدد، عشان كده بقية المساجد قفلت، فهمتني؟ بس والحكاية سهلة بقى، مش هنقفل مساجد خالص، احنا مش هنقفل مساجد كشافعية، هنسيب الناس تصلي زي ما هي، بس انت بقى صلي ظهر سهلة كراجل شافعي، واللي ما صلاش سيبه في حاله، حنفي حنبلي حنابلة والأحناف عندهم الجمعة مسقطة للظهر مطلقا، تعددت لو لم تتعدد، فالأمر في ساعة، يعني الأمر في، يعني هتلاقي الأمة كلها ناجية حلوة كده، الأمة بتاعت النبي دي أمة حلوة جميلة على اللي هي بتعمله دلوقتي كمان وبتعمله بعدين، حلوة كده كويس. لكن احنا بنتكلم أيهما الأفضل، واخد بالك، ودي مسألة اجتهاد إمام، فيجي إمام الشافعي لما اجتهد لقى أن إيه، أن تقوم تصلي فرض جمعة، لأن الجمعة دي فرض منفصل عن الظهر، لا يسقط الظهر إلا بشروط، الجمعة دي فرض منفصل عن الظهر ولا تسقط الظهر إلا بشروط، فهمت ازاي؟ بس. والإمام مالك نفس الحكاية، قال لا تسقط الظهر إلا بشروط، شروط الإمام مالك اختلفت عن شروط الإمام الشافعي، لكن الاثنين عندهم إنها غير مسقطة للظهر إلا بشروط. الحنابلة والأحناف قال لك مسقطة للظهر مطلقا خلاص، ده هي الجمعة بدل الظهر يوم الجمعة وخلاص، فهمتني؟ زي ما هو مشهور عند العوام، فتبقى سهلة كده.
في مساجد كتيرة شافعية بتبص تلاقيهم بالذات مشهورة في سوريا في الشام، بعد ما الإمام يسلم من صلاة الجمعة يقوم على طول يقيم الصلاة وهو لسه في محراب، والجمع كله يقف وراه ويصلوا الظهر وكأنهم ماشيين، يصلوا الجمعة ويصلوا الركعتين وخلاص وكله تمام ويسلم، يروح قايم جايب الظهر على صفوفهم وبعد كده ايه خلاص يقعدوا يختموا الصلاة ويروحوا. في مساجد كده شافعية مستقر بهم الأمر على كده قرون عديدة، والأزهر الشريف كان كده أيام ما كان في محراب للشافعية ومحراب للأحناف والمالكية، كان زمان كده من 100 سنة ولا حاجة، كانوا عندهم إيه كل مذهب ليه المحراب بتاعه بإمامه، كان مجموع الشافعية بيصلوا في حتة معينة في الجامع الأزهر مع جموع الناس، أول ما الإمام يسلم يروحوا هم قايمين أقيموا الصلاة ويصلوا إيه ظهر مع بعضهم صفوف متصلة كويس. كانت بتحصل الحكاية دي، وبعدين لما اختفت الأمور دي وبقت كلها على إمام واحد أصبح الشافعية بيصلوا الظهر فرادة بينهم وبين نفسهم وبيصلوا مع جموع الناس فسهلة فبيقول لك هنا وزاد شرطين على كلام المصنف، أحدهما وجود العدد كاملا من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة، فلو نقصوا في الخطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له، فإن عادوا قريبا عرفا وجب إعادة ذلك الركن الذي فعل حال نقصهم كخطبة يعدها تاني. يعني هو بيخطب الخطبة وبعدين بعد كده بص لقى الأربعين عشرة منهم قاموا خرجوا يتوضوا يجددوا وضوءهم ويرجعوا تاني يعيد الخطبة دي تاني كويس. اللي هو يعني هنقول احنا الاركان بتاع الخطبة يعني اللي هو الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامر بالتقوى الحاجات اللي هي ما هي دي مقصد يعني ما يسترسلش في الخطبة ويترك الاركان اللي بدأها اللي هي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامر بالتقوى. عشان كده تلاقي خطبة الجمعة بتبتدي الاول بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم آية يا ايها الناس اتقوا ربكم، عمل لك الاركان كلها في اقل من 3 دقائق، وبعد كده يامر الناس بالعظه وتشمل حديث او ايه ويبقى خلص الركن لاركان الخطبه تبقى سهله كده هتيجي بعد كده. فان عادوا قريبا عرفا وجب اعاده ذلك الركن الذي فعل حال نقصهم دون الاستئناف، وان عادوا بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يسع ركعتين باخف ممكن، ده اللي هو ايه ما يسع ركعتين باخف ممكن ده القصير عرفا كويس. لو ركعتين باخف ما ايه باخف ممكن، اخف ممكن يعني ايه؟ يعني ركعتين تقرا فيهم الفاتحه بس مش بسوره، وتسبح تسبيحه واحده مع الاطمئنان او ثلاثه مع السرعه في كل ايه ركعه في كل ركوع وفي كل سجده، دي باقل ممكن يعني. وجب الاستئناف لانتفاء الموالاه، الاستئناف يعني يبتدي من اول وجديد لو عادوا متاخر اكتر من ركعتين باخف ممكن كويس، يبقى يستأنف يعني يبتدي من اول وجديد يروح ايه واكل الكلام ويقول الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله كده يرجع تاني كانه بيستأنف الناس اللي قاعده يمكن ما تش هتلاحظ، لكن هو بيعملها لانه هو فاهم الفقه ماشي ازاي، هو الناس يفتكروه ان هو بيستطرد في الكلام واخد بالك ازاي، لكن هو يعملهم. وجب الاستئناف لانتفاء الموالاة كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، فإن عادوا قريبا لم يجب الاستئناف وإلا وجب لذلك، ولو نقصوا في الصلاة بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا. يعني لو قالوا في أثناء الصلاة ما يسلمش بقى من الركعة الثانية، يروح قايم على طول ويقلبها ظهر يكملها ظهر كويس، يبقى يسموه نوى ولم يصلي وصلى ولم ينو، نوى جمعة وصلى ظهر، نوى جمعة وصلى ظهر مش كده، برضه يقول لك نوى جمعة ولم يصلي جمعة وصلى ظهر ولم ينوي ولم ينوي ظهر، بيعملوها كده ايه يعني فزورة، نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي، يبقى اذا نقص العدد او اذا ادرك الامام
في ركعتي الجمعة بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية، يبقى نوى جمعة ولم يدرك الجمعة، يقوم يجيب 4 ركعات. سهلة برضو. طيب، فيتمها الباقون ظهرا حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت، وبذلك يلغز فيقال أو شو خد بالك، حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت. يعني افرض هو صلى الجمعة في بيته المتصل بالمسجد، صلى الجمعة في بيته المتصل في المسجد، وبعدين جاء واحد بقى اللي في المسجد عددهم يدوب 40 بيه، فجاء واحد في أثناء الصلاة أحدث في المسجد، بطلت صلاة اللي في البيت لأن قل العدد. فهمتني؟ عايز يعني يلغزها لك بالترجمة. بطلت صلاة من في البيت وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت. فهمتني ازاي؟ ومحل بطلانها إذا لم يكمل العدد قبل انفضاض الأولين. كويس؟ فلو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين، الانفضاض الأولين اللي ركعتين يعني، تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين استمرت الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة وأن يكون ذلك في الركعة الأولى وأن يدركوا زمنا يسع الفاتحة قبل ركوعها وثانيهما ألا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة أخرى في محلها. أهي لا يسبقها ولا يقارنها، يبقى الجمعة لمن سبق، لا يسبقها في الحي يعني في المكان بتاعها حد نوى قبله، وثانيهما ألا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة أخرى في محلها، لأنه صلى الله عليه وسلم العلة بتاع الشافعية، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، إلا إذا عسر اجتماعهم بمكان كأن يكون أهل البلد نصفين بينهما دم أو يكونوا كثيرين ولم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد، فيجوز التعدد حينئذ للحاجة بحسبها على أظهر القولين وهو المعتمد. كويس؟ يبقى إذا تعددت لضرورة خلاص ده المعتمد، في قول مقابل للمعتمد إنه يقول لك إذا تعددت مطلقا لضرورة ولا غير ضرورة. وقيل لا يجوز التعدد اللي هو المقابل للمعتمد ولو لحاجة وهو ظاهر النص، فالاحتياط لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا مراعاة لذلك. فهمت بقى كلام الشافعية؟ فيبقى الاحتياط أن يعيدها ظهرا مراعاة لذلك. والمعتمد عند الرملي أن العبرة في العسر بمن يغلب فعله لها، وقيل العبرة بمن يصليها بالفعل، وهو الذي استظهره الشيخ الخطيب، وقيل العبرة بمن تلزمه وإن لم يحدث، وقيل العبرة بمن تصح منه وإن لم تلزمه وإن لم يفعلها. يعني العبرة في العسر، عسر عدم التعدد يعني، بمن يغلب فعله لها، وقيل العبرة بمن يصليها بالفعل. يعني أهل الحي اللي بيصلوا منهم بالفعل عدد يجي في مسجد، مش العبرة ان انا بحسب عدد اهل الحي اللي هم واجب عليهم الصلاة حتى ولو ما جوش يصلوا. فهمت؟ لا، ده العبرة بمن يصليها بالفعل. افرض اهل الحي 100,000 لكن اللي بيصلي منهم 1,000 بس والباقيين كلهم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون، يبقى العبرة بمن يصليها بالفعل ولا العبرة بمن واجب عليهم؟ فهمتني ازاي؟ ادي كلام الامام الرملي.
فالإمام الرملي عايز يقول لك هنا، بيقول لك إيه؟ والمعتمد عند الرملي أن العبرة في العسر، في تعثر يعني اجتماعهم كل أهل الحي في مسجد واحد، بمن يغلب فعله لها، اللي بيصلي فعلا كويس. وقيل العبرة بمن يصليها بالفعل، اللي بيصليها بالفعل. يبقى أحيانا أهل الحي يبقى عددهم كتير يحضروا الجمعة، وأحيانا يبقى عددهم في الغالب أقل من كده بكتير كويس. يعني في رمضان تلاقي الناس إيه، ما يضيعوش ولا جمعة، لأن ده رمضان بقى موسم، موسم عبادة. لكن في غير رمضان يتلكعوا شوية، فهمتني؟ فعلشان كده بيقولك بيفرق. وهو الذي استظهره الشيخ الخطيب. وقيل العبرة بمن تلزمه، يعني بعدد أهل الحي كلهم سواء صلوا أو ما صلوش، أنا اللي هي إيه الواجب عليه الصلاة، بفترض إن كل أهل الحي الواجب عليه الجمعة هيجوا يصلوا، هل يصعب عليهم اجتماعهم في المسجد فيحتاجوا للتعدد، يبقى في عسر هنا ولا لأ؟ آدي المسألة. إحنا قلنا الخلاصة وريح نفسك، صلي ظهر وريح نفسك، ما تقعدش بقى إيه تحتاط وتقول يا ترى كان يعصر ولا لا يعصر، ويا ترى عدد أهل الحي ده كان يجتمع ولا ما يجتمعش، هترى هم هيصلوا اصلا ولا هم تاركين الصلاه، ما تقعد تحتار بقى انت. لا، انت خلاص صلي الجمعه وقوم صلي الظهر والحكايه سهله، واخد بالك؟ بس فلو تعددت الجمعه بمحل يمتنع فيه التعدد، لو تعددت الجمعه في محل مش محتاجه تعدد ممتنع فيه التعدد، او زادت على قدر الحاجه في محل يجوز فيه التعدد بقدر الحاجه، أو في محل كان ممكن بقدر الحاجة يجتمعوا في مسجدين فقاموا صلوا في خمس مساجد بدل ما هم يجتمعوا في مسجدين، فهمتني ازاي؟ في الظروف دي كان للمسألة خمسة أحوال، في الحالة دي هيبقى ليها خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يقعا معا فيبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها، يبقى الحالة الأولى عملوا جمعتين وهم لو اجتمعوا الجمعتين دول في المكان يسعهم، يبقى هنا تعددوا بغير ضرورة خالص، يبقى هنا يبطلوا الاثنين، بطلت جمعة ده وجمعة ده، ويجتمعوا تاني بقى ويعيدوه كويس. كل دي مذاهب، كل دي تفاصيل في مذهب الشافعية، خد بالك في مذاهب تانية ما تفصلش التفاصيل دي تبقى صلاة الناس دي كلها حلوة، خد بالك لحسن تفتكر ان ده باتفاق باجماع الامه، لا ده اجتهاد الشافعيه، اجتهاد الشافعيه يعني اجتهاد مذهب، الاسلام اوسع من اجتهاد مذهب، فهمت؟ عشان ما تضايقش مخ. الحاله الاولى ان يقعا معا، يعني هما الاثنين صلوا الجمعه الجامع قدام الجامع وصلوا الاثنين في وقت واحد وخلصوا مع بعض، بطلت الاثنين لان ما فيش واحده سبقت كويس، ما فيش واحد صلى قبل الثاني فابطلوا بعضهم البعض، الخطيبين بقى الاثنين شافعيه وقاعدين ايه سامعين بعض وخايف التاني يسبقه وده خايف التاني يسبقه، فتم كل حاجه مع بعض، بطل الاثنين، بطل معا فيجب ان يجتمعوا. طب والحل ايه؟ يخرجوا الجماعه دول من الجامع ده ويروحوا على الجامع اللي قدامه، او اللي قدامه يجوا على الجامع ده ويصلوا مع بعض بقى ويبقوا حبايب. فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت، لو اتسع الوقت يعني. الحالة الثانية أن يقع مرتبا أو مرتبا، يجوا واحدة ورا الثانية، الخطيب ده طول شوية والثاني قصر شوية، فالجامع اللي قدامنا صلى قبلنا كويس، يبقى حصل ترتيب أهو، واحد صلى قبل الثاني. فالسابقة هي الصحيحة، اللي سبق كالنبأ، يبقى هو اللي خد الجمعة السابقة. كل ده لو تعددت بغير حاجة، كل ده لو تعددت بغير حاجة. فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة، فيجب على أهلها صلاة الظهر، واضح؟ الحالة الثالثة أن يشك في السبق والمعية، إحنا الجامعين في الحي صحيح بس مش سامعين صوت بعض، فما نعرفش مين اللي سبق، فهمتني إزاي؟ لا انا متابع ولا هو متابعني، فيبقى في الحاله دي انا عندي شك، يا ترى احنا اللي سبقنا فيبقى الجمعه بتاعتنا صحت، ولا اتاخرنا فتبقى بطلت، نعمل ايه؟ الحاله الثالثه. يبقى الحاله الاولانيه متاكدين ان تموا مع بعض فبطلت في الاثنين ونجتمع ونعمل جمعه لو الوقت باقي، طب الوقت مش باقي نصلي ظهر وخلاص. الحاله الثانيه حصل ترتيب
جامع صلى قبل التاني صحت من اللي سبق والتاني علي جمعة، والحالة الثالثة حصل شك ما نعرفش مين اللي سبق، من الذي سبق بالجمعة؟ كويس. الحالة الثالثة أن يشك في السبق والمعية فيجب عليهم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة. يبقى لما يشكوا في السبق والمعية عليهم زي الحالة الأولى يعيدوها ويجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت، لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزأة في حق كل منهم. قال الإمام: وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم، مشكل لاحتمال تقدم إحداهما، فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا. وحكم الأئمة بأنهم وقالوا في السورة دي لما يعيدوا هيعيدوا الجمعة مجتمعين ويقوموا يصلوا ظهر برضه، لأن في احتمال واحد منهم سبق وإحنا ما نعرفوش. كويس. في واحد منهم سبق احتمال، فيبقى نجيب ظهر ونخلص بعد برضه ما نعيد الجمعة. وأجاب عنه في المجموع بأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزأة في حق كل طائفة، فضعف ذلك الاحتمال فلم ينظر له لأنه كالعدم، فالجمعة كافية في البراءة، لكن الظهر مستحب. يبقى الإمام النووي قال لا، هم الظهر مستحب مش واجب في الصورة دي. يبقى في ناس قالوا لا الظهر واجب لأنها لا تقع مجزأة وفي احتمال يبقى واحد سبق، وفي ناس تانيين الإمام النووي رد على اللي أوجب الظهر قال لا ده هو في الحالة دي مستحب، بس مستحب. لا، يوصل الإمام الرفعي. الحالة الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة. يبقى الحالة الأخيرة دي إن متأكدين إن في مسجد سبق لكن مين هو مش عارفينه، كأن سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين فأخبر بذلك مع جهل المتقدمة منهما، فيجب عليهم الظهر لأنه لا سبيل لإعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر. لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعات وغير معلومة وجب عليهم الظهر. واضح؟ الحالة الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت، وهي كالحالة الرابعة. ففي مصر بقى الشيخ البيجوري مصري وعايش في الأزهر طول عمره، كان شيخ الأزهر، عايز يحلها لك في مصر بقى. فبيقول لك ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا مع العدد المحتاج إليه، ثم يجب علينا الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه، مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزأة. يبقى حل لك الإشكال في مصر. قال لك أنا هنصلي الجمعة واجب علينا الاحتمال إن هي دي الجمعة بتاعتنا، ده واجب علينا نصليه، واجب علينا نصلي الجمعة لاحتمال أنها متعددة بغير ضرورة. كويس. زي ما ورثناه احنا من مشايخ، كانوا على طول كان يسمع الاذان، وبين الاذان وما يطلع الخطيب على المنبر يروح جايب جمعه ويروح قاعد يجيب ظهر يعني ويقعد، او احيانا لما يجي وقت الخطبه يروح مصلي تحيه مسجد سريعه ويقعد، وبعد ما يخلص صلاه الجمعه ما ايه يروح مصلي ظهر وخلاص ويريح نفسه، وما يتكلموش ولا يقولوا لحد حاجه، ما لهمش دعوه، هم شافعيه وساكتين، لو سألته يقول لك، لو ما سألتوش ما يقول لكش. ليه؟ لأنه بيعتبر أنها فيها سعة، إن الأمر واسع والناس مش قلقانة، ما يقلقش حد يعني. فهم؟ قوله الأول أي الشرط الأول، قول دار الإقامة أي محل الإقامة، بحيث تكون في محل لا تقصر الصلاة فيه، لكن ربما شمل ذلك الخيام وبيوت الأعراب فيصدق عليها أنها دار إقامتهم، ومع ذلك لا تصح فيها الجمعة. يعني دار الإقامة تبقى دار، يعني معناها مكان في بيوت مبنية، بيوت مبنية مش معسكر خيام، ما يفصليش جمعة في معسكر خيام، لأن هذه مش دار إقامة، الناس ما بتعيش في الخيام أصلا. خيام معناها دار غير إقامة، يعني معناها كل شويه بيفكوها ويمشوا حته تانية وينصبوها في مكان تاني. يبقى ايه دار الاقامه؟ يعني ايه؟ يعني تكون دار مبنيه، دور مبنيه.
ومع ذلك لا تصح فيها الجمعة في الأعراب، بالرغم ان هم احيانا يمكثوا بخيامهم في بقعة واحدة يمكن سنة واثنين، كويس، برضو ما اسمهاش دار إقامة، ما اسمهاش دار إقامة. فكان الأولى ان يقول في خطة أبنية أوطان المجمعين أو المجمعين، يبقى يقول في خطة أبنية أوطان المجمعين أو المجمعين، يبقى إيه في الخطة؟ يعني إيه؟ يعني في تخطيط يعني المدينة المبنية للي واجب عليهم الجمعة، يبقى دي معناها. فلو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام، وتجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها. طيب افرض احنا قاعدين في سيناء جنب مدينة العريش مثلا، وقاعدين كده في الخيام بتاعتنا، القبيلة بتاعتنا عايشة كده، عندهم بقى غنم وعندهم جمال وعايشين حياة حلوة، لكن احنا لما بنقعد يوم الجمعة بنسمع الأذان جاي لنا من مدينة العريش، سامعين الأذان، وجب علينا السعي للجمعة طالما سمعنا الأذان، بس نسعى لهناك للمدينة، نصلي هناك في المدينة مش نصلي في مكاننا، فهمت؟ طب احنا قاعدين ومش ما بنسمعش الأذان من أي مدينة مبنية، يبقى نصلي ظهر ومش واجب علينا جمعة، فهمتني بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في الآية بتقول إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، نودي يعني سمعت، فهمت؟ يبقى طالما سمعت تبقى تسعى. فلو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام، وتجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها، من محلها اللي هي إيه؟ المدينة المبنية يعني. وإلا فلا، وإلا لو ما سمعوش الإذان النداء من المكان المقيم فيه، يبقى فلا يعني فلا جمعة لهم، يصلوا ظهر، لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة الشريفة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لكونهم لا يسمعون نداءها. فهمت العلل بقى كلها دي؟ كان في بعض الأعراب عايشين حوالين المدينة المنورة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم يصلوا جمعة ولم يأمرهم أن يصلوا عنده الجمعة علشان ما بيسمعوش نداءها، واضح؟ قول التي يستوطنها العدد المجمعون، أي التي يقيم فيها العدد الفاعلون للجمعة. طب افرض المدينة المبنية دي عايش فيها أقل من 40 ممن تتوفر فيهم شروط الجمعة، أقل من 40 يبقى يصلوا ظهر، لأن هم أصلا ما توفرش العدد المجمع. طب افرض احنا راكبين سفينة ومسافرين ويوم جمعة، نصلي جمعة عليها؟ ما ينفعش، صلي ظهر. كنت أنا مرة مسافرين أسوان مع المستشفى بتاعتنا علشان نعمل شوية عمليات هناك في أسوان، وركبونا أهل أسوان بقى اللي كانوا بيستضيفونا هناك، قالوا لنا تعالوا احنا هنعمل لكم رحلة في بحيرة ناصر يوم الجمعة الصبح، وقعدنا بقى إيه لحد المغرب في السفينة دي في باخرة كده تلف في بحيرة ناصر، وجابوا لنا أكل وغدا. جاء وقت صلاة الجمعة، كل الناس عايزين يصلوا الجمعة وخلونا نخطب، يا جماعة احنا علينا ظهر، احنا قاعدين في سفينة هنا ما تصلي جمعة، لا انت تصلي بينا. حاضر، رحت مصلي بيهم وخطبت، قلت اعتبرها درس وريحتهم، وبعد كده قلنا نجيب الظهر بقى يلا، ورحنا صلينا ظهر، لكن ايه ما تنعقدش جمعة، اعتبرنا درس بقى، اعتبرنا خطبتين درس عشان بس نهديهم، لان كانوا مش هياكلوا هيزعلوا، لكن الحكاية احنا مش واجب علينا جمعة، هنصلي على باخرة هنفع؟ ما احنا لازم الدار تبقى ارض مستقرة ومبنية وعدد فيه يكفي. احنا اوان كنا مسافرين قاعدين 5 ايام بس او 4 ايام، مش دار اقامة لينا اولا اللي على البخير، يعني الا احنا نعمل نصاب ولا ما تنفعش جمعة دي خالص الا عند المصريين جمعة عند المصريين اللي على قد حاله، واخد بالك؟ لكن هي عند الفقهاء لا، دي مش جمعة خالص، بيعملوا ايه العالم دي؟ بيلعبوا دول ولا ايه؟ لما يجي فقيه كده يقول لك ده عالم بتلعب، دي ما تفهمش ده اسلام ايه ده يا ابني اللي انت بتعمله، واخد بالك؟ يعني يتعجب. فللاسف يعني ها؟ لا يدخل فيهم الرجال والنساء والاطفال، ما احنا قلنا لا يدخل فيهم ممن تصح منهم ولا ينعقد بهم العدد.
يعني. لكن المريض تدخل تنعقد به المريض، وإن كانت ليست واجبة عليه، لكن إن صلى وهو من أهل الحي انعقدت به. واخد بالك إزاي؟ يعني فيها تفصيل. ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة الشريفة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيه اللي شرفها يعني النبي؟ أما أقول لك المدينة الشريفة على طول تنصرف في ذهنك إلى مدينة النبي على طول، فهمتني إزاي؟ شرفت به صلى الله عليه وسلم. حتى لما يقول لك المدينة كده وخلاص وسكت، ينصرف إلى المدينة المعهودة اللي هي مدينة النبي، يبقى الألف واللام هنا إيه؟ للعهد، للعهد الذهني، يعني المدينة المعهودة. وربنا سماها المدينة في القرآن كده، لئن لم ينتهي المنافقون والأعراب والذين في قلوبهم مرض من المرجفون في المدينة. شوف ربنا سماها المدينة المرجفون في المدينة، سماها المدينة في القرآن، المدينة اللي هي المدينة اللي قاعد فيها النبي، يعني كأن لا تصلح مدينة إلا إذا كان فيها النبي، هي دي المدينة حق حقيقي بقى. فإذا أطلق زي إذا أطلق النبي في القرآن يقصد بسيدنا محمد، ما الأنبياء عددهم كتير، لكن إذا أطلق النبي كده وسكت يقول له وهذا النبي والذين معه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتني بقى إزاي؟ يبقى إذا أطلقت المدينة يقصد بها مدينة النبي، وإذا أطلق النبي يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يستحق هذا من جميع الوجوه. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لكونهم لا يسمعون نداءها، التي يستوطنها العدد المجمعون، أي التي يقيم فيها العدد الفاعلون للجمعة، بحيث لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كما سيأتي. يعني مدينة مقامة، مش مدينة صيفية بس زي الساحل الشمالي، في بعض المدن السياحية في الساحل الشمالي تلاقيها مهجورة في الشتاء وتلاقيها في الصيف عامرة، فهمت؟ يبقى دول اهلها بيهجروها دول، فهمت؟ يبقى هتخش في الازمة دي، هنخش في الازمة دي طبعا. لو رحت هناك وقلت لهم حاجة زي دي هيزعلوا منك فما تزعلهمش، سيبهم يصلوا، بس يبقوا يصلوا ظهر بره، سيبهم يصلوا جمعة لكن يبقوا يصلوا ظهر بره. بس الناس اللي بتشتغل هناك هي اكتر من 40، ما بيقعدوش صيف وشتا، دول نبطشيات، محدش مقيم دائم، نبطشيات. ده بيروح يشتغل له اسبوعين وينزل يقعد اسبوعين مع اهله وتروح فرقة تانية طول السنة كده، يبقى برضه مش دايم. في المدرسة يعني لو كان في مسجد في مدرسة، إذا كان في حدود المدينة، إذا كان في حدود المدينة يبقى تقام فيه الجمعة، طالما في حدود المدينة ولا يوجد غيره يسعى أهل القرية، كويس؟ يبقى يجتمعوا فيه. والافضل في الصلاه المسجد اللي يقام فيه الجمعه يبقى مسجد جامع، يعني بتصلى فيه الصلوات الخمس، مش مقفول ويفتحوه يوم الجمعه، لا يبقى بتصلى فيه الصلوات الخمس، ده الافضل، وده افضل المساجد للاعتكاف كمان، علشان المعتكف ما يضطرش يخرج يصلي الجمعه خارج معتكف، يوم اللي عايز يعتكف يعتكف في مسجد يصلى فيه الجمعه، فكل الحاجات دي بتيجي بعد كده. يبقى التي يستوطنها العدد المجمعون، التي يقيم فيها العدد الفاعلون للجمعة، بحيث لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كما سيأتي. تكتب بقى ايه قرى الساحل الشمالي والقرى السياحية عايزة مناقشة فوقيها كده، لأن الحاجات دي كلها بقت حديثة مستحدثة الوقت بزماننا، فلازم الواحد يبقى واخد بقى. قوله سواء في ذلك، أي المذكور من صحة فعلها، وقوله المدن والقرى أي والبلدان أيضا. فالمدن جمع مدينة، وهي ما اجتمع فيها حاكم شرعي وحاكم شرطي وسوق للبيع والشراء، وتسمى مصرا، دي اسمها ايه؟ المدينة. احنا نسميها مركز دلوقتي بالعصر التقسيم الحالي، نسميها مركز، فيها مركز شرطة، فيها محكمة، واخد بالك، وفيها سوق، وفيها وفيها يعني أبنية وناس مقيمين صيفا وشتاء، تبقى اسمها مركز، ويسموها البندر،
يسموها البندر برضه، مش كده؟ والقرى جمع قرية، وهي ما خلت عن جميع ذلك. القرى اللي هي تبقى ايه، اللي هي زي البلاد الصغيرة الملحقة بالمركز يسموها قرى، كويس؟ يبقى في مركز وحواليه قرى بتاعته. والبلدان جمع بلد، وهي ما وجد فيها بعض ذلك وخلت عن البعض الآخر. يبقى القرية فيها نقطة شرطة مش مركز شرطة، وقد يكون ليست فيها محكمة حاكم شرعي، لما يحتاج يرفع محكمة ولا بتاع يروح للبندر للإيه؟ للمركز يقدم الطلب بتاعه. طيب، والبلدان هي جمع بلد، وهي ما وجد فيها بعض ذلك وخلت عن البعض الآخر. ولا فرق بين ما يكون من حجر وما يكون من خشب أو قصب أو نحو ذلك، يعني لا فرق بقى في القرى والمدن والبلدان، هي مبنية من خشب ولا مبنية من حجر، المهم ايه؟ بيوت ثابتة، بيوت ثابتة. سواء الرحاب المثقفة والساحات والمساجد وغيرها. وتجوز الجمعة في الفضاء المعدود من خطة البلد، ويجوز اننا نصلي الجمعة في ساحة فضاء بايه، في حدود البلد اللي هم بتاع اهل الاقامة على اساس تسع البلد بحاله، يجوز بحيث لا تقصر الصلاة فيه، بحيث يكون الفضاء ده على ملحق بالبلد لكن ايه، لكن مش خارج نطاق البلد، مش خارج نطاق البلد، واضح؟ قال الأزرعي: واكثر اهل القرى يؤخرون مساجدهم عن جدار القرية قليلا صيانة لها عن النجاسة، لان كان زمان بيحطوا النجاسات في الترانشات، يحفر في الارض ويبقى نجاسة البيوت في الترانشات دي، فكانت بتنشع وتيجي على الجدر، فكان القرى اهل البلدان دول يعملوا مساجدهم بعيدة شوية على اساس لو ايه ما تنشعش النجاسات على جدار المسجد فتنجس جدار المسجد ثم ارض المسجد بعد ذلك، فهمتني ازاي؟ فكانوا يعملوها بعادة صيانة لها. الوقت طبعا بعد الصرف الصحي والنظام الحديث ده ما بقتش فيه المشكلة دي. وأكثر أهل القرى يؤخرون مساجدهم عن جدار القرية قليلا صيانة لها عن النجاسة، فتنعقد فيها الجمعة بشرط ألا تقصر الصلاة في ذلك المحل. وقول القاضي أبي الطيب: قال أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم تجز فيه الجمعة لانفصاله عن البناء، محمول على ما إذا كان لا يعد من البلد لكونه في محل تقصر الصلاة فيه. يبقى القاضي أبي الطيب اللي من أصحاب الشافعية لما قال كده لا يجوز يعني يعملوا كده، يقصد لو كان في محل خارج بعيد تقصر فيه الصلاة، ما يقصدش خارج مطلقا، لا خارج بالشروط دي، فهمتني؟ عشان بيقيدك معنى كلامه. وما في فتاوى ابن البزري من أنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه استصحابا بالأصل. افرض بيقول لك كان المسجد ده في أطراف القرية ثم خرب مسافة طويلة من البيوت اللي كانت قريبة من المسجد وأصبح القرية بعيدة عن المسجد، قال لك باستصحابا للأصل يجوز صلاة الجمعة فيه، استصحابا للأصل. أيوة، دي قرى الوقت معظمها قرى، طول ما انت ماشي على طريق الصحراء دلوقتي بقت قرى ملزوقه ببعضها، والنبريه ومش عارف تلاقي عشر من رمضان وتلاقي حاجات من دي، مش كده برضه؟ فبقت قرى ملتصقه. كان زمان طبعا يعني من 20-30 سنه كانت تعتبر دي مصلات مش مساجد تصلى فيها جمعه لانها ليست قرى، فكان ساعتها تنزل تصلي انت الظهر عصر تقصر تعمل، لكن ما تصليش جمعه، حتى ما تلاقيش نصاب، لو نزلت حتى هو حد أذن وبتاع ما يلاقيش عنده اتنين تلاتة، ولو لقى الاتنين التلاتة دول هيلاقوهم جايين مسافرين كمان لا تنعقد بيهم جمعة، ده راكنين عربياتهم في الطريق. وتجوز إقامة الجمعة فيه يعني مع بعده عن البلد طالما إيه؟ كان مبني والبلد كانت متصلة به منذ زمن، فهم؟ ولو كان بينهما فراسخ ضعيف، والمعتمد أنه لا تجوز إقامة الجمعة فيه ولا تكفي الوصلة بحسب الأصل. يبقى في ناس قال لك لا، ده المعتمد عند الإمام البيجوري قال لك لا، طالما حصل خراب وبعد وبقى في الأطراف بعيد قوي كده يبقى لا تجوز الجمعة فيه خلاص،
ما فيش حاجة اسمها نعتبر الأصل. يبقى في علماء قال لك الاعتبار بالأصل تجوز في الجمعة، وفي ناس تانيين علماء تانيين مش شافعية قال لك لا تجوز فيه والمعتمد. والضابط المعتمد أن ما لا تكسر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة، وما تكسر الصلاة فيه لا تصح فيه الجمعة. النبي كان يكسر الصلاة امتى؟ لما يسيب المدينة ويفارق ايه بنيانها، يبتدي يكسر الصلاة في سفر، مش كده؟ يبقى الحتة اللي بيكسر فيها المسافر صلاته ما ينفعش فيها، يبقى احنا ممكن نقول عليها محطة ايه الرسوم. الوقت محطة الرسوم في طرق كده تلاقي في محطة رسوم، اول ما تدفع التيكت وتعدي بعربيتك تبقى انت خرجت عن حدود البلدة، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي انت من حقك انك انت تركن عربيتك وتصلي الظهر القصر، فهمت؟ يبقى اذا قصرت الصلاة في هذا المحل يبقى لا يجوز التجميع فيه، وما لا تكسر الصلاة فيه يجوز الجمعة فيه، فهمت؟ ده الضابط اللي عايز يعلمه لك الامام البيجوري عشان ايه ما تسرحش كتير بين فتاوى العلماء في المسألة. والضابط المعتمد ان ما لا تكسر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة، وما تكسر الصلاة فيه لا تصح فيه الجمعة ولو تبعا بأن أقيمت الجمعة في محلها. خلاص ما بقى تبع القرية دي بقى، خلاص دي سهل. بيقول لك وما تكسر الصلاة فيه لا تصح فيه الجمعة ولو تبعا، ولو تبعا بأن أقيمت الجمعة في محلها وامتدت الصفوف حتى خرجت عن العمران واعتمد بعضهم الصحة حينئذ لأنها تابعة لجمعة صحيحة. قال لك طب افرض امتدت الصفوف وصلينا في القرية وبعدين فضلت الصفوف تمتد 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 لحد ما خرجت لحد عن حد العمران، في ناس قال لك تصح وخلاص وتنعقد، وناس تانيين قال لك لا اللي بره ده لا تنعقد به جمعة ويبقى يصلي ظهر، كويس؟ والراجح ان هي العبرة باتصال الصفوف وتنعقد به جمعة. حاضر. التي تتخذ وطنا اي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا بحيث لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا الا لحاجه. وعبر المصنف عن ذلك اي عن ذلك الشرط الذي ذكره الشارح بقوله الاول دار الاقامه، قول ان تكون البلد، الشارح بقى قال ايه؟ ان تكون البلد مصرا. ليس البلد اسم تكون بجعلها ناقصه ومصرا خبرها، لأن اسمها وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر، وهنا ليس كذلك، إذ لا يصح أن يقال البلد مصر، لأن البلد غير المصر، فلا يصح الإخبار، بل البلد فاعل لتكون بجعلها تامة، يعني كان هنا تامة، والمعنى أن توجد البلد ومصرا خبر مقدم لكانت التي بعدها. أن تكون البلد مصرا كانت، شوف مصرا كانت، فكأن مصرا دي خبر لكانت اللي جاية بعدها. وأن تكون البلد، البلد دي فاعل تكون مش اسم تكون، تبقى دي كانت تامة، كويس؟ وقوله أو قرية عطف عليه وهو تعميم في البلد، لكن يرد عليه أن البلد غير المصر وغير القرية فلا يصح التعميم فيها بهما، ويجاب بأن المراد بالبلد الأبنية مطلقا، فكأنه قال أن توجد الأبنية ثم عمم فيها بقوله مصرا كانت أو قرية، أي سواء كانت تلك الأبنية مصرا أو قرية بل أو بلدا أيضا، ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة فيها. افرض حصل زلزال نسأل الله السلامة والأبنية تهدت والناس فضلت قاعدة تشيل الأنقاض، أو حرب زي ما حصل في لبنان كده قرى كاملة تهدمت، وفي العراق وفي غيره، ربنا ينجينا جميعا وينجي المسلمين حيثما حلوا. يبقى في الحالة والناس لكن لسه قاعدين ناويين يعمروها تاني تبقى برضو ما زالت قرية ولو بلا أبنية، لأن هم ناويين يعمروا. ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة فيها استصحابا للأصل، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة، بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية
بخلاف لو كنا ايه اتخذنا مكان في الصحراء كده وجمعنا الناس وقال له عيشوا هنا وجمعوا وابنوا. يبقى دي ايه ما ينفعش فيها جمع لحد ما يبقوا ابنوا. لكن التانية كانت قرية وبعدين انهدمت واقاموا فيها يعمروها تصح دي استصحابا للاصل. فهمت؟ فالتانية اللي هيعمروها لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للاصل ايضا لانها كانت فراغ. قوله مصرا كانت البلد او قرية قد عرفت انه تعميم في البلد بمعنى الابنية. ونقف على قوله والثاني اي الشرط الثاني ان يكون العدد اللي هو نصاب الجمعة. نصاب الجمعة فيه يمكن 15 مذهب في نصاب الجمعة. ان شاء الله يوم السبت 28/7 لكن يوم الاربعاء 25/7 هيبقى عندنا اول درس بعد الاجازة في مسجد ابي بكر الصديق اللي هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. هيبقى الاربع 25/7 وبعدين نعاود دروسنا كالمعتاد ابتداء من السبت في الازهر صباحا وهنا مساء من 28/7 وكل عام وانتم بخير. نستمر الى ان ايه يدخل علينا شهر رمضان ويدخل علينا شهر رمضان ناخد رمضان اجازه علشان ربنا يبلغنا رمضان ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.